السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بنكتشف مع بعض موقع الذكاء الاصطناعي. الموقع ده مختلف في إن أنت تيجي هنا وتتخيل العالم اللي أنت عايزه، تمام، وتختار الستايل اللي أنت عايزه، وتختار مثلا عايز حاجة رياليستيك، عايز حاجة خيال علمي، عايز حاجة علمية، حاجة رسم مثلا أو البنت، تمام، وتتخيل بقى تكتب أوصف الحاجة اللي أنت عايزها مثلا بيرل ان ديزر، تمام، ونقول له جنريت. هو مش بيكون صورة، هو بيكون صورة واحنا جواها، يعني بيعمل لك حاجة 360 حواليك، فيبدأ يعمل لك حاجة بالشكل دوت، تمام، بتلف حول نفسك او بتلف كده تلاقي المشهد ده بالنسبة لك. طيب خلينا نختار مثلا هوم، وهنختار هنا ان احنا عايزين نقدر نجرب بقى كل مره واحد مختلف. ممكن تقول له نيجاتيف تكست، يعني في حاجه معينه عايز تستثنيها ما تبقاش موجوده. ممكن تعمل له ريميكس ذس، يعني هندمج بين حاجتين. ممكن اد تو ذس، تضيف لحاجه مشهد اخر. تعال نشوف المشهد هيتكون ازاي. فجاب لنا كأن احنا جوه اللوحة الجميلة ديت. تقدر تعمل زوم وتشوف الأشكال اللي على الحيطة، تقدر انت تمسح مثلا حاجة معينة وترسم انت حاجة تانية. عندك الأدوات للرسم وللمسح. طيب ممكن نقول له طب انا عايز اجرب مثلا حاجة خيال علمي كده، وتقول له جنريت، فيبدأ يكون لك الصورة. فعمل لنا صورة بالشكل دوت. نقدر نقول له احنا عايزين نلف في الشكل، عمل لنا بيت خيال علمي بالشكل دوت. تقدر بقى تجرب. الميزة ان هو هنا مش بيعمل لك صورة ثابتة، لا ده بيعمل لك صورة بانوراما 3D. طيب تعال بقى نقول له هنعمل لها داونلود، بحيث ان انت تقدر تستخدمها في اي برامج من برامج التصميم بعد كده. تقدر تحملها هوت جي بي جي وتدخلها على برنامج من البرامج التصميم.